انتهى النهارده نهاية مهرجان الدولي للموسيقى في القلعة. النهارده آخر يوم. المهرجان ده بقى حاجة مشرفة جدا جدا جدا، يشكر قوي قوي الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا المصرية، والدكتور مهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للديكور، إن هم قدموا لنا صورة رائعة جميلة جدا، وقدموا لنا نوع من أنواع الفن الراقي المحترم من خلال إقامة مهرجان القلعة الدولي في محكى القلعة قلعة صلاح الدين. المهرجان ده بيضم فرق وبيضم أصوات جميلة جدا جدا جدا، بتبقى ده كلهم بيبقوا من دار الأوبرا ومن الأوبرا خارج مصر، وبتسمع فن أصيل وفن جميل ونوع من أنواع الراحة النفسية لما تسمع أصوات شابة جميلة بالمنظر ده، كلمات رائعة يعني تعوض حبة من الابتذال ومن السفاهة اللي احنا بنسمعها لما نسمع ما يسمى بالمهرجانات في أي وسيلة مواصلات، أو أنت معدي كده على قهوة ولا كافيه ولا حاجة تلاقي فيه بيسموها أغاني خبط ورزع وكلمات سيئة جدا، حاجة كده تحرض على الفسق والفجور مرة وتحرض على القتل مرة، ومع ذلك الشباب أو اللي بيسمعوا الحاجات دي بيقولوا إن هو فن، والناس دي عملت ثروة كبيرة جدا من الكلام ده. سيد الرئيس الأسبوع اللي فات كان بيتكلم في حتة إن إحنا نعالج الدراما على أساس إن هي تكون دراما تليق بحضارة الشعب المصري وتليق بديننا الحنيف وتليق بمصر كدولة رائدة في المجال الثقافي ومجال الدراما كمان، لأن إحنا ما شاء الله يعني إحنا من 1920 وإحنا بننتج سينما، وزمان الأفلام والمسلسلات كانت بتوجه رسالة اجتماعية وأدبية جميلة رائعة. اليومين دول يعني الحمد لله إن السيد الرئيس تحسس هذا الموضوع وشاف ان اللي ما يقدم من دراما بعيد خالص عن سلوكيات الشعب المصري وبعيد خالص عن اخلاقياته والفضائل اللي احنا بنشوفها في الشارع، وان احنا يكاد يكون قربنا نبعد خالص عن تكوين الشعب المصري او تكوين الانسان المصري اللي هو الشهامه والرجوله والايمان والسماحه والطيبه والكلام ده كله. لما حصلت هجمت علينا الفئة الضالة دي ويقولوا لنا كلمات عجيبة وألحان عجيبة، ألحان إيه ده كله خبط ورزع، وهي وحتى الناس ما بتعرفش العربي اللي بيغنوا الكلام ده أهو بيهري وخلاص بيتكلم بقى يقول أي كلام في أي كلام اللي هو ماشي مع الموجة، وطالما شايف إن في آلاف بيسقفوا وبيطبلوا وبيرقصوا على السفاهة والابتذال ده فهو بيقول لك بقى أنجح واركب الترند بقى والكلام ده. بنأمل إن شاء الله من صناع الدراما المصرية والفن المصري إن هم يعني يعملوا لنا حفلات كتيرة جدا ومهرجانات كتيرة جدا جدا من النوع ده، النوع إن أنت بترجع للفن الأصيل وبترجع حتى المشاعر كمان بتتغير وتلاقي المود بقى كويس، تقدر تشتغل وتقدر تنتج وتقدر تكون في أجازتك أنت وأسرتك قاعد في مكان محترم وبتسمع كلام محترم وبتسمع فن جميل بعيد خالص عن الابتذال وعن السفاهة والسفالة اللي احنا بنسمعها كل يوم في وسائل المواصلات وفي الشارع المصري عموما. نأمل من صناع الدراما ان هم ياخدوا وعد الرئيس ويعني شورى السيد الرئيس في الموضوع ده بالمنتهى الجدية، وان احنا نشوف موسم درامي على الاقل لو مش هنقدر نعمل حاجة اجتماعية نطلع منها بدرس، نعمل حاجة تاريخية. احنا عندنا ابطال في مصر لا حصر لها، نعمل دراما تاريخية، دراما اجتماعية، دراما سياسية. إنما اللي احنا بنشوفه ده سطوة المال وسطوة الشهوة في كل المسلسلات والكلام ده كله أصبح الأمر، وبنعلن عنها قبلها بسنة وبعدين الناس تفوجأ. أما يجي موسم رمضان اللي هو الموسم الدرامي اللي دايما دايما بيبقى مكتظ بالأعمال دي تلاقي كل المحصلة صفر صفر ثقافيا وأخلاقيا واجتماعيا وصفر كل حاجة.